الفقرة دي هنتكلم فيها عن موضوع مش قتل بحثا وقتل بحثا عندنا، ولكن عند البعض. محتاجين بقى نوثق فيه أحداث، بما إن جات ردود على لسان مسؤولين فنوثق الردود دي. طبعا كابتن سيف زاهر استبدل أستاذ عمرو الدرديري بأستاذ شادي عيسى، أو عشان يعني يكمل مسلسل الادعاءات الزملكاوية اللي بيحاولوا يقولوها على النادي الأهلي. وعشان البعض بيتفاعل مع المحتوى ده، ومن المنطلق ده هنرد النهاردة، ليس من منطلق ممكن في بعض الأشخاص احنا مش معنيين والله بذكرهم، ولكن طالما حاجة بتتقال عن النادي الأهلي ما تقول الجملة. احنا هنا تناول بلا تطاول، وردنا بيأتي من قيمة النادي الأهلي لا من قيمة من يتجاوز حق النادي الأهلي. والله انت مصمم تأكدها، ولكن انا معاك، هي فعلا يا أسامة زي ما انت قلت، وانا والله بحب ان احنا فعلا نكون مباشرين في النقطة دي، لان البعض ممكن يقولك الاشخاص دول اقل من قدر يا جماعة ان انتوا تناولوهم بده، وانا متفق، ولكن زي ما أسامة قال لكم هو قدر النادي الأهلي اللي البعض بيدعي. نطلع بقى ونشوف الفيديو عشان ندخل في فقرتنا بسرعة، وهتسمعوا كل الردود موثقة. أنا وجهة نظري يا سيدي، عشان أخونا علاء برضه أخونا الكبير ما يزعلش، لا لا. أنا وجهة نظري الأسباب التي أدت إلى أن النادي الأهلي يؤدي مباراة جيدة جدا 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 أهو قصاد الترجي، ويأتي بنتائج مبهرة وجيدة جدا أهو، عشان بس محدش يحملني، سبب أساسي بلاش شريك مع موسيماني واللعيبة هو كابتن أحمد مجاهد. أنت عارف علاقتي بيه ومحبتي الشديدة ليه، لكن هو ساعد بشكل كبير. الأهلي كان عنده ماتشات يوم واحد ويوم أربعة وكل ده تأجل، تمام؟ ليه؟ عشان يساعد النادي الأهلي إنه يلعب. منتخب مصر لغى معسكره ليه؟ عشان الدوري يتلعب. الدوري اتلعب؟ لا. طيب هل حد استفاد غير النادي الأهلي من إلغاء معسكر المنتخب الأول؟ لا. طيب الكلام واضح وصريح، أحمد مجاهد اللي أثيرت كل هذا الكم من المشاكل يمكن غير مسبوق مع اتحاده، هو الشخص اللي كان له دور لا يقل عن موسيماني في أن النادي الأهلي يصل إلى نهائي إفريقيا. طبعا أنت مش قادر تفرح بوصول النادي الأهلي لإفريقيا أو للنهائي أو العشرة اللي إن شاء الله تتحقق، وأنا عارف أن ده مؤثر عليك نفسيا جدا، ولكن بعيدا عن مشاعرك اللي احنا سعداء ان انت بتعانيها، هنرد فيما يخص النادي الاهلي. اولا عشان احمد مجاهد يا اسامه يكون جميلنا، فده بيستوجب ان هو يمنح الاهلي ما لا يستحق، او يمنح النادي الاهلي شيء بالمجامله عن الاخرين. هل ده اللي حصل؟ ده اللي هنشوفه خلال الفقره بالردود، لان بالبلدي كده محدش ليه جمال على النادي الاهلي، ولا حد بيدينا بطولة عشان المستشار عايز بطولة أو حد عايز يفرح. بص، هو سأل يعني كام سؤال كده يبدو عليهم المنطقية. حلوة دي، حلوة. يبدو فعلا. سأل قال هو هل نادي آخر استفاد غير النادي الأهلي في تأجيل الأجندة الدولية؟ هل أصلا الأجندة الدولية تم تأجيلها من قبل المدير الفني؟ بالعكس، ده هو رافض فكرة أن الأجندة الدولية تم تأجيلها من قبل الكابتن حسام البدري، وبيشير مع خالص تقديره واعتزازه للبشمهندس أحمد مجاهد أن البشمهندس أحمد مجاهد لغى الأجندة الدولية دي عشان الدوري يتلعب. ولما النادي الأهلي بعت له خطاب قال له أصلا أنا تعبان، معرفش جاب منين الخطاب أساسا وفين البيان ده، فقال لا خلاص نلغي الماتشات دي، وبالتالي احنا بنجامل النادي الأهلي من أجل صعوده لبطولة نهائي أفريقيا. طب بص، لو خلينا نتكلم بديهي كده وبالراحة، لو الأمر بما إنك بتتكلم عن مواجهة الأهلي والترجي خاص بإراحة فريق النادي الأهلي، أنا عايز أصدمك وأقول لك إن فريق الترجي ارتاح أكتر من النادي الأهلي يومين. فريق الترجي آخر مباراة رسمية لعبها كانت 26 مايو، بينما النادي الأهلي لعب مباراة رسمية يوم 28 مايو. بس أنا عذرك أكيد وقعت من الذاكره، لانها كانت مباراه نهائي السوبر الافريقي، والنادي الاهلي بيحتفل بالفوز بالبطوله السوبر الافريقي السابعه في تاريخه. فده رقم واحد، لو هي راحه كان النادي الاهلي ارتاح. رقم اثنين، طب ما فريق بيراميدز مع احترامنا ليه وصل للدور قبل النهائي؟ ما فازش ليه على فريق الرجاء؟ رقم ثلاثه وده الاهم، هل بالفعل الباشمهندس احمد مجاهد هو اللي لغى الاجنده الدوليه، ولا كان المدير الفني هو اللي لغى الاجنده الدوليه؟ عشان نجاوب على السؤال ده محتاجين نسمع المدير الفني نفسه. نشوف الفيديو.
السؤال اللي الناس كلها بتساله، المعسكر الماتشات الوديه ما حبتش، وجهه نظر حضرتك. ده كان قراري ان انا بندقت من اتحاد الكوره، وبناء عليه ما عملناش مباراه وديه. العوامل كلها اتحسبت والمعايير اتحطت، وفي نفس الوقت انا بقول لو كنت انا عملت مباراه وديه كنت حاطط المحترفين ان هم ما ياخدوش اجازه. في نفس الوقت كان فتره الاجازه حتى اللي معظم الفرق اخذتها الفتره اللي فاتت دي، في فرق اخذت الزمالك خد 5 ايام، والاهلي برضه اعتقد نفس الشيء. وفي نفس الوقت شفنا يمكن برضه ما كانتش في الحسابات، لكن ظروف كورونا اللي اتعرض ليها نادي بيراميدز 13 لاعب، وكان في تقريبا القايمه اللي انا عامل حسابي عليها كان في 8 لاعبين من بيراميدز، ده بجانب لعيبه المنتخب الاولمبي اللي موجوده مع شوقي. صح. في نفس الوقت برضه لعيبه المنتخب الاولمبي الموجوده مع شوقي طبعا مش هعرف طبعا استدعيهم، وشوقي الافضليه دي في الوقت ده طبعا هو يحضر انهاء البطوله في الشهر الجاي، الاولمبياد في الشهر الجاي، فكان هو الاولى ان هو ياخد اللعيبه. فاما اتحسبت كل الامور دي كان القرار زي ما انا بقول لك كده، وزي ما انت متاكد دلوقتي ان كان القرار الصحيح ان احنا المباراه الوديه ما كانتش هتبقى يعني فيها انتقاد خالص. طبعا الكلام واضح، والكلام ده كان في اتصال ايضا للبشمهندس احمد مجاهد اكده بالزبط. ولكن بما انك شفنا ان انت مفيش ثقه في فكره ان انت تاخد كلام البشمهندس احمد مجاهد، فجبنا لك المدير الفني الكابتن حسام البدري. شوف بقى، تتفق تختلف مع القرار، تقول التصنيف بتاعنا رجع او ما رجعش كمنتخب مصر، احنا ممكن نتفق معاك فيها، لكن انك تقول ان اللي حصل ده لخدمه النادي الاهلي، هو ده بقى المغالطه اللي مش ممكن ابدا نقبلها، خاصه ان الامور لوائحيه. يا اسامه، ده في نقطه في كلام كابتن حسام البدري لما بدا وقال اديت الفرق راحه، بدا بنادي الزمالك، قال الفرق استفادت براحه. يعني منين الكلام ان هو لغى عشان خاطر نلعب الدوري؟ ده اصلا سيناريو كله من تأليف. يعني هو قال البشمهندس انت خدت بالك؟ انا خدت بالي، بس هو في النهايه مش هيصدق، هيقول لك مش هيصدق، هيقول لك حسام البدري اهلاوي، مش هيصدق. ولكن في النهايه بيحكمنا ايه؟ لوائح. وبما انه اسامه قال بيحكمنا لوائح، اللائحه بتقول ايه؟ نطلع ونشوف الفيديو باعتراف مين بقى؟ مش هتصدقوا، باعتراف شادي عيسى. نشوف الفيديو. عشان النادي الاهلي تمسك باللائحه، عشان عنده 3 لعيبه او 4 لعيبه تم طلبهم او انه استدعائهم من المنتخبات بتاعتهم. فبقى على الورق واللائحه بتقول ايه؟ ماليش حق ان انا العبهم. القانون الدولي بيقول كده، تحترم. لكن انت مش عارف ان الاهلي هيعمل كده. يعني الاهلي هو اللي تمسك بعد طبعا. امال هو بيقولوا ده تفاجئوا بالتاجيل. مين دول؟ الاهلي. بص، والله النادي الاهلي قال كده. بص، مع شديد احترامي لكل ما يقال، انا بقول لحضرتك هذا لم يحدث. هم يقولوا هم عايزينه على عيني وراسي، انا ما عنديش. لكن الحقيقه النادي الاهلي هو اللي رفض يلعب ماتش انبي؟ هو مش هو اللي باع الجواب ولا انا؟ مش هو اللي طلع بيان؟ بعيدا عن نطلع بيان وجواب وكل الخيال العلمي اللي هو عايش فيه ده ملناش علاقه بيه، ولكن هو في البدايه قال ايه؟ قال في لائحه والنادي الاهلي تمسك في اللائحه، ده اللي يعنيني. هتروح انت لافتراضات واحنا هنروح لكلام موثق على لسان حسام البدري واحمد مجاهد، اسامه قال لكم هيقول ده اهلاويه، طب خلاص نسيبنا من الاهلاويه ونسيبنا من افتراضاتك ونروح لكلام واضح وصريح. بعد ما ردينا عليه بكلام ممكن يطلع لك ما انا كنت اهلاوي. اللائحه لا، ما انا كنت اهلاوي. لا لا لا، دي صعبه يا راجل. فاللائحه هي اللي بتحكمنا، اللائحه واضحه وصريحه، وزي ما بنقول لم يجامل النادي الاهلي احد. اللي جومل في اوقات وتاجل له ماتشات، واتكلمنا يا اسامه قبل كده عن الموسم بتاع النصر للتعدين، نادي الزمالك قعد كام يوم ما بيلعبش مباريات. ما هو ده اللي اصلا مش مصدقه شادي عيسى. شادي عيسى له كلام ان المجامله في سكه النادي الاهلي، وعنده قناعات برغم ان احنا عرضنا اللائحه اللي هو عرضها بلسانه. الحقيقه هو قال النادي الاهلي بعت خطاب لتاجيل المباراه دي، نتمنى ان هو يورينا الخطاب عن تاجيل مباراه انبي في كاس مصر. طالما في لائحه الموضوع خلاص انتهى وعلى لسانك. لكن بالزبط. كمان فكره بقى انك تحاول تقول مع الباشمهندس احمد مجاهد ان لو الكلام ده مع نادي الزمالك ما كانش حصل، نسمع الفيديو. المهندس احمد مجاهد لو ده الزمالك ما كانش عمل كده؟ لو كان الزمالك عمل كده؟ لا، لو كان الزمالك مكان الاهلي ما كانش المهندس احمد مجاهد برضه عمل كده؟ بنسبه 99%. لا، خليها تحت شويه، 90% ما كانش عمل كده. ليه؟ ده اقتناعي. لا، يعني ايه السبب؟ السبب لان هو اللي طلع وقال النادي الاهلي هيعمل كذا وكذا وكذا وكذا. النادي الاهلي الصمت، وبعدين بعت له ورقه يقول له اصل اللي انا ماليه الحق بتاعي بيقول ان يوم واحد مش عارف ايه، اصل انا عندي 4 لعيبه بيلعبوا في الدوري. طب ما احنا كنا متفقين ان احنا نلعب
اصل لا في اربعه دوليين وفي الاخر بقوا ثلاثه وقصه من نوع، وفي الاخر ربخ. الزمالك بقى عشان يظهر الامر انه بيراضي الزمالك اجل ماتش انبي. كاشف الاسرار في كشف المستور، خيال الاهلي، خطاب تم بعته من النادي الاهلي لاتحاد الكره بتاجيل مباراه انبي، فيبدو ظاهريا ان اتحاد الكره الغى معسكر منتخب مصر من اجل دعم النادي الاهلي، وان الكلام ده لو مع نادي الزمالك 99 لا خليها 90% ان الكلام ده ما كانش هيتحط فيه او هيتم مجامله نادي الزمالك كما جومل النادي الاهلي، جومل دي بتاعت فارس واخدها انا منه، كما تم مجامله النادي الاهلي في الفقره دي. فالحقيقه لا، لو هنتكلم عن نادي الزمالك، نادي الزمالك لما وصل لنهائي في 2016 قعد شهر كامل ما بين مباراه العوده في نصف النهائي ومباراه الذهاب في النهائي ما لعبش غير مباراه واحده، وكانوا عايزين ياجلوها في شهر كمان. هنروح بعيد ليه؟ دي يا فارس مباريات الزمالك 2016، الزمن الجميل لما وصل للنهائي امام صن داونز، تمام؟ لما تساعد يوصل بالظبط، المباراه واضحه والتاريخ واضحه. فشهر كامل ما بين مباراه العوده في الدور نصف النهائي ومباراه النهائي لعب مباراه واحده النصر تقريبا، وكانوا بيطالبوا كمان بتاجيلها. لكن هنروح للسنه دي، لانه هيقول لك ايه، احمد مجاهد ما كانش مسؤول الاول عن اتحاد كره القدم المصري، حتى لو جبنا له ان احمد مجاهد قال انا اكتر نادي خدمت نادي، انا اكتر حد خدم نادي الزمالك، حتى لو جبنا تعاقدات تمت في شهر مارس، كل ده هيقول لك قديم، وانا متفق معاه، مش هنروح للقديم، خلينا في الجديد. النادي الاهلي ممثل عن الكره المصريه في دوري ابطال افريقيا، ونادي بيراميدز ممثل عن الكره المصريه في بطوله الكونفدراليه. الفتره اللي لعب فيها النادي الاهلي قبل النهائي ووصل للنهائي، والفتره اللي لعب فيها بيراميدز قبل النهائي، ايه اللي حصل؟ هل تم فعلا مجامله النادي الاهلي وتفضيله على نادي بيراميدز اللي تاجل له مباراه في 27 مايو وهي خارج الاجنده الدوليه وما نعرفش ليه؟ وشادي عمره ما هيتكلم في سكه ان نادي بيراميدز تم مجاملته، هو مش شايف بس غير النادي الاهلي، وانا متفق معاه لانه باصص لفوق فمش هيشوف غير النادي الاهلي. لو عرضنا الصوره، خمس مباريات لعبها النادي الاهلي مع نادي بيراميدز تقريبا من 15 مايو او 16 مايو حتى مباراة الدور نصف النهائي العودة للفريقين، الأهلي مع الترجي وبيراميدز مع الرجاء، وكمان المواجهة كانت 1-7. خمس مباريات لعبها النادي الأهلي في الفترة دي، وخمس مباريات لعبها نادي بيراميدز في الفترة دي. أعتقد إجابة على السؤال هل استفاد أحد غير النادي الأهلي؟ نادي الأهلي ونادي بيراميدز ونادي الزمالك، لأن التأجيل كان على الكل، والتأجيل كان بقرار من الكابتن حسام البدري. وبلاش تلعب في منطقة ما عندكش فيها معلومة كاملة وفقط لا غير، كل اللي عندك هو ظن وتوجيه، لأن النادي الأهلي نادي مجامل، خاصة أصلا دي شفتها حلوة تركيبة حلوة. جديدة خاصة متأثر أنت بإبداعات شادي عيسى اللوزعية بالظبط، فإن هو أصلا له رأي في القصة دي في ضغط المباريات واللعب والراحة. ما هي بقى دي القصة، لأن شادي عيسى نفسه كان أصلا مع فكرة ان سيب الزمالك يلعب وسيب النادي الاهلي يتضغط بمباريات، وهو ما تحقق. بس نطلع للفيديو، تمام ماشي معاكم، نطلع للفيديو ونشوف شادي عيسى نفسه قال ايه. هتكثف على الدوري كله مباريات، لانه الزمالك دلوقتي والاسماعيلي وكل الفرق هيبقى اللي عامل 28 ماتش واللي عامل 29 ماتش والاهلي عامل 20، ففي 21 في 8 اسابيع موجوده ظاهره كده، ازاي اقدر اعوضها؟ ما تبقى مشكله على النادي الاهلي نفسه، لان هيلعب مضغوط جدا، خصوصا كل ما الزمالك بيكسب كل ما بيسبب لك ضغط ان انت عايز تكسب كل المباريات. هنا بقى عشان كده لو اداره الزمالك تسالني انا كنت مثلا من اسبوع 10 ايام اقول لا الموضوع في عدم تكافؤ فرص، لكن انا في اللحظه دي بالاداء اللي شفته في المباريات بتاعه الزمالك الاخيره والقدر والرغبه والحماس والقتال، أو لا أنا الزمالك يكمل على الأقل يأدي مبارياته في شهر 6 تماما، كم مباراة اللي يلعبهم، ويبقى صحيح عامل 28 أسبوع، لكن هيبقى الأهلي ممكن ما يلعبش أي حاجة في شهر 6، وبالتالي ممكن يبقى عدد الفرق النقط داخل في 25 نقطة. اللي كان بيتحدث عن فكرة مجاملة النادي الأهلي بتأجيل الأجندة الدولية هو نفسه قناعاته الداخلية، داخلية إيه؟ قناعاته المعلنة الخارجية إن هو ده الصح، ولو أنا مكان مجلس إدارة نادي الزمالك كنت أقول لهم العبوا المباريات اللي نادي الزمالك عشان تحطوا الضغط على النادي الأهلي. على فكرة هو كلامه في دي صادق فعلا، لأن هو لما عمل الفرق النقاط ده بالتأكيد النادي المضغوط حاليا
هو النادي الاهلي. لكن الحقيقه لما حصل تعادل الجونه اللي بيلعبوا بغل كل الكلام اتغير واصبح التاجيل والاجنده الدوليه من اجل خدمه النادي الاهلي. طب يا اخي حتى لو من اجل خدمه النادي الاهلي في الفوز على الترجي والوصول للنهائي ده شيء يزعلك؟ ما احنا اخوات ومصريين، ما احنا اخوات ومصريين. على راي كابتن سيد اللي بيكسبك ثلاثه نكسبه ثلاثه، واللي بيكسبك ذهاب وعوده نكسبه ذهاب وعوده. نطلع فاصل واستنونا، اوعى تروح في اي حته.